اقول له كنت حبيبي يعني. يعني واحد بتقول له كنت حبيبي وقطع الاتصال بس يعني. محمد صلاح. محمد صلاح. كانت علاقتك بيه قوية؟ هو لو سمع هيعرف ان انا صح. يعني هو لو سمعنا دلوقتي هيعرف ان انا صح. علاقتك قوية قوي؟ لا صلاح مش قوية، بس صلاح اجازاته كلها كانت معايا، بينزل معايا على طول، بيجي لي على البيت، هو في ليفربول كان بيجي على البيت ويقعد معايا وسط ولادي ومراتي وعيالي، واخد عليهم جدا وبنتعامل. انا عذره، انا عذره، والعلاقة اتقطعت؟ هي مرة واحدة مش عارف ليه، بس انا عذره يعني، انا ده بالذات عذره يعني، للظروف اللي هو فيها، للمشاغل اللي هو فيها، لكن شديد كان بالنسبة له حاجة تقيلة، مش حاجة عادية، حاجة كبيرة. واتقطعت فجأة وانت مش عارف السبب؟ ما انا ما اعرفش السبب والله، مش عارف اوصل له يعني، بس فهي الموضوع. ما حاولش انت تسأل عليه او تكلمه؟ لا انا بقى مش موضوع اسال عليه، خلاص اصل انا خلاص براحته، هو لو هو شايف كده يبقى خلاص، هو يبقى هو صح، فانا ما عملتش برضه غير كل خير حبا لصاحبي. انا ما بتعاملش مع صلاح كابتن سيف انه لعيب في ليفربول، انا ما بتعاملش كده، هو عارف كده، انا ما بتعاملش مع صلاح ليفربول والكلام ده، انا ماليش في الكلام ده. انا بتعامل مع كابتن سيف، بتعامل مع كابتن سيف لشخصيته معايا، بنعز. فانا بتعامل معاه هو كمحمد صلاح، محمد صلاح اللي صاحبي من زمان بس. فانا ما تعاملتش غير بكل خير وكل احترام وكل وهو عارف انا كنت ناقص يعني اشيله فوق دماغي وانا وهو قاعد، وانا طول عمري مع الناس كلها كده، بس صلاح كان قريب مني قوي وحبيبي وكل حاجه يعني. بس لكن انا عذره لان مشاغله كتيره، وهو في ظروف طويلة ما شاء الله، ربنا يكرمه زياده وزياده ويكرمه اكتر، والراجل مشرف مصر كلها يعني، فربنا يكرمه يعني في اللي باقي له واللي جاي. وهو محمد كويس يعني، محمد انسان نظيف وانسان جدع وانسان يعني حاجه تفرح يعني، فعشان كده انا ما مش زعلان منه غير ان انت بتقول لي وجه لحد انت تقول له كلمه بسيطه. ومين تاني من زمايلك في الاهلي تقول له كده؟ لا خلاص انا ما عنديش حد، انا خلاص الموضوع بالنسبه لي ما فيش يعني، ما فيش. هو كان اللي قريبين حسام عاشور بيكلمني يعني لحد دلوقتي، الراجل زي ما احنا، الباقي مش عايز اقول لك ان انا مش، الحمد لله يعني، انا مش محتاج ان انا اقول لحد يعني، ازعل على حد ان هو ما بيكلمنيش والكلام ده، اللي ما بيكلمنيش والله يا كابتن سيف خساره ليه، لان هو انا انسان نقي، انسان صافي، انسان نظيف، اشيل سرك، احافظ على كل حاجه، فهو اللي ما بيكلمنيش هو اللي خسران. انا ما انا امي ربتني على كده وربتني. طب مين اللي كان بيكلمك كان قريب منك جدا؟ منين؟ من الاهلي من زمانك وبعدين اتقطعت العلاقه. لا خلاص مش فيش، لا فيش، لا خلاص. لا مين اللي كان قريب منك؟ هو حسام عاشور، ما فيش غيره، ما عنديش انا حد. وانت بتلعب وانا بلعب حسام عاشور. ولا لعيب كان قريب منك وما كانش عندك علاقه بحد خالص؟ لا قريب مني عادي، احمد فتحي قريب مني، عبد الله السعيد قريب مني، ناس كتيره قريبه كل دول مني، كانوا اصحابك؟ صحابي جدا. في علاقه دلوقتي؟ لا عادي نتقابل في صدفه، صدف كلها، بس دلوقتي مفيش علاقه. لا يعني اللي طلعت بيه من الكوره حسام عاشور اعتقد يعني. ومحمد صلاح، محمد صلاح ليه ما طلعتش بيه؟ لا طلعت بمحمد صلاح. محمد صلاح. يعني انا قصدي ان انت محمد، انت بتقول ان انتوا خلاص بعدتوا يعني. عادي ظروفه، لكن اللي هنا ملوش ظروف يبعد بيها.